Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Salam alaikum, wa marhaba bikoum mara okhra f qanat Awatif. الوصفة اليوم هي كيك بالبنان. ابقوا معي حتى الاخير باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. إذا كنت مازال ما اشتركتيش في القناة، رجاء وليس امرا الضغط على الزر الاحمر، فعل الجرس باش يوصلك كل جديد، وشكرا مسبقا. لهذه الوصفة كنحتاجو المقادير التالية: 240 غرام ديال الطحين من النوع الممتاز T55 اللي توجد عندكم، مع 10 غرام ديال الخميرة اللي غربلنا، جوج ديال البيضات مضربين أو 100 غرام، 150 غرام ديال الزبدة مالحة درجة حرارة المطبخ، 150 غرام ديال السكر الكاسوناد مع 15 غرام ديال السكر انفيرتي. إلا ما تواجدش معنا كنعوضو السكر انفيرتي بالعسل، أولا كنديرو 200 غرام ديال السكر كاسوناد بوحديتها. 285 غرام ديال البنان أو الموز يكون طايب كما كتشوفوا قدامكم، كنعبروه مور ما كنزولو ليه القشرة. 25 غرام ديال الماء ومعلقة صغيرة ديال المسحوق الفانيلا. أول حاجة كنديروها كنوجدو المول اللي غادي نديرو فيه الكيك. المول وجدناه بنفس الطريقة اللي وجدنا به المول ديال الكيك والصومون اللي غتشوفوا في هاد لو اي اللي الفوق. من بعد كندوزو الإناء ديال الخلاط، كنديرو فيه البيض هو الأول، من بعد كنزيدو السكر الكاسوناد على 3 ديال المرات، وكندربو البيض حتى كيطلع كما كتشوفوا، ما تزيدوش السكر مرة واحدة. من بعد كنزيدو الطحين مع الخميرة، وتما كنبداو نخلطو باليد بشوية بشوية. من بعد كنزيدو الماء مع المسحوق ديال الفانيلا اللي خلطنا، وكنبقاو نخلطو شوية بشوية باش ما ينزلش البيض اللي طلعنا. البنان كما كتشوفو هرسناه شوية بالشوكة، يعني معسناه هكا واحد شوية بلا فورشيت. غادي نزيدوه ونخلطو دائما بالمهل كما كتشوفو في لا فيديو، دائما كنخلطو من التحت للفوق. كنعملو ثلثين ديال هاد الخليط في المول، ما كنعمروش المول حتى للفوق، كنخليو بلاصه للكيك باش يطلع عند الطياب. بالجيب الحلواني كنديرو خط ديال الزبده كما كتشوفو هنايا بدرجه حراره المطبخ في الوسط. هاد الزبده كتساعد الكيك باش يطيب وكيتحل من الفوق، غادي تبان لكم من بعد في الصوره ملي يطيب. كنسخنوا الفران من قبل وكنطيبوا الكيك على درجه حراره 150 درجه شالوغ تورنونت لمده من 45 حتى 50 دقيقه. راقبوا الفرن ديالكم. كما العاده ملي كنجربوا بشي موس اولا كوردون يخرج ناشف، معنيتها راه الكيك وجد. ممكن نكتفيو بهذا القدر ونستهلكوا الكيك ديالنا هكذا طبيعي بالصحه والراحه. واللي بغى يشوف الكلاصاج ديال البوغوس يشوف معايا اخر الفيديو، راني شارحه كيفاش وجدنا الكلاصاج باش زيناه. التزيين كيبقى حسب الرغبة وحسب المتواجد عندكم في البيت. للتزيين في هاد الكيك زينا بحبات ديال النوازيت اللي درنا فوق منهم ديك البودرة الذهبية، راه متواجدة في الأسواق التجارية عند صحاب الحلويات. زينا أيضا بشرائح ديال الشوكولا كما كتشوفوا، والوريضات صوبناه بنفس الكلاصاج ملي كيبرد. الكمية اللي درنا هنا ممكن نستعملوها لجوج ديال الكيك. إلا بقات لكم بامكانكم تستهلكوها في الصباح او في العشيه، سواء الناس الكبار او الصغار. ادهنوا بها الخبز كما كنديروا بالشوكولا او كما كنديروا بالفرماج، ممكن جدا نديروا حتى بهذا الكلاصاج، راه المذاق ديالو رائع. بالنسبه للكلاصاج اللي استعملنا في هذا الكيك، احتاجينا فيه 45 غرام ديال الماء، 45 غرام ديال السكر، 35 سنتيلتر ديال لا كريم فريش او القشده الطريه، 60 غرام ديال العسل اكاسيا، 150 غرام ديال الشوكولات الاسود، 350 غرام ديال الشوكولا جيان ديجا اللي ممكن نعوضوه بشوكولا بخالين موجود في الاسواق التجاريه، وهنا كننقصوا الكميه ديال السكر كنديروا غير 10 في عوض 45 غرام، و5 سنتيلتر ديال الزيت النباتي. في هذه الوصفه استعملنا زيت بذور العنب. طريقه: كنديروا في اناء فوق النار الماء والسكر القشده الطريه العسل اكاسيا، من بعد كنزيدو الشكلاط الاسود
الشوكولا الاخر اللي عندنا سواء البخالين او لا جيانديجا والزيت وكندربوا وكنراقبوا درجه الحراره اللي فوق توصل ل 35 درجه الناباج ديالنا راه واجد اولا الكلاصاج ديالنا راه واجد. بهذه الكميه ممكن نزينوا جوج ديال الكيك كما قلت سابقا. الناباج ملي كيبرد ممكن نستعملوه كما قلت سابقا اما كندهنوا به الخبز اولا كندهنوا به الحاجه اللي كنفطروا بها الصباح اولا مع الكوتي وراه المذاق ديالو روعه يعجب الكبار والصغار. نصيحة بالنسبة للناباج ملي تكونوا كتدربوه حاولوا باش ما يديرش الفقاعات لان هذوك الفقاعات كيبانوا في الكيك من بعد ملي كنغطيوه بالناباج اولا صفيو الناباج ديالكم من بعد قبل ما تزينوا به الكيك. وبالصحة والراحة شكرا على مشاهدة الفيديو حتى الاخير الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.